يسوع القائم من بين الأموات يسأل سمعان بطرس: يا سمعان بن يونا أتحبني؟ فأجابه سمعان: نعم يا رب، أنت تعلم كل شيء، وأنت تعلم أني أحبك. أبتي الفاضل أبونا فادي، إخوتي أخواتي الأحباء، هالإنجيل هو أحلى لوحة انرسمت عن القيامة، لوحة الحب الثاني، الحب المقدس الذي لا غش فيه. مش حيلا حب، الحب اللي بين المسيح المؤمن بالقيامة وبين المسيح الحي بعد القيامة. لوحة الحب الثاني المقدس، وبقابلها بالإنجيل صفحة رائعة جدا انكتبت قبل القيامة بتضوي على إنجيل اليوم، تنشوفه بالوضوح أكثر ونفهم بعمق أكبر وناخد منه نور لحياتنا المسيحية، وهي لوحة الإيمان الصافي. يسوع يسأل: من يقول الناس إني أنا هو؟ أنت المسيح ابن الله الحي، أجابه بطرس. بطرس يعلن إيمانه بيسوع، لوحة الإيمان، وبطرس يعلن حبه ليسوع بلوحة الحب، الإيمان والحب. أجل أحبائي، الإيمان يكتمل بالحب، والحب هو نار ونور. الحب هو نار الإيمان ونور الإيمان، لا يوقد سراج ويوضع تحت مكيال، بل على المنارة ليضيء لجميع الذين هم في البيت. الحب هو التعبير عن الإيمان بالأعمال وشهادة الحياة، ليضئ نوركم هكذا أمام الناس فيروا أعمالكم الصالحة ويمجد أباكم الذي في السماوات. أجل أحبائي، أن أؤمن بيسوع دون أن أحب يسوع إيماني ناقص. أن أقول ليسوع أنا أحبك ولا أعمل أعمال يسوع، حبي زائف مزيف. لا تكن محبتنا، يقول لنا الرب يسوع بالإنجيل، لا تكن محبتنا بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. سمعان بطرس أدرك هذه الحقيقة الجوهرية. نعم يا رب، إني أحبك. وزاد هالجملة اللي هي أهم جملة بالإنجيل: أنت يا رب، أنت تعرف كل شيء. شو يعني؟ أنا أحبك لكن أنت تعرف إني أنكرتك وخنتك وخيبت لك أملك. أنت بتعرف إني ضعيف، إنسان خاطي مسكين، لكن كمان أنت بتعرف يا يسوع إني بحبك وما بريد غشك. والرب يسوع بيجاوب بطرس على صراحته وصدقه وشفافيته: أتحبني؟ ارعى خرافي، ارعى نعاجي،
ارفع حمليك. أتحبني؟ تعال اتبعني. يعني يا بطرس، بدي يقول يسوع، يعني يا بطرس اعطيني حبك وقلبك وانا بهتم بالبيت، خلي البيت علي. اجل احبائي، من خلال بطرس الرب يسوع بهالمثل المبارك بيسال كل واحد منا باسمه، أتحبني؟ تعال اتبعني. طبيعي أحبائي إنه نجاوب مثل ما بطرس جاوب الرب يسوع، نعم يا رب أنا أحبك، لكن ما بستحق ثقتك، ما بستحق كون تلميذ عندك، ما بستحق أحمل المسؤولية اللي عم تطلبها مني. أنا عندي ضعفي يا رب وخوفي، عندي شكي وترددي، نقائصي ونفواتي، خطاياي وشهواتي ورذائي، لكن ما ننسى نسمع الرب يقول لي أعطيني قلبك وحبك وأنا بهتم بالبين. ضعفك وخوفك وخطيتك أنا بهتم فيه، أعطيني حبك وقلبك وأنا بعطيك الأذن والنعمة والرحمة، أعطيني قلبك وحبك أنا بعطيك الشجاعة والبراعة، السلام والكلام، أعطيني حبك وقلبك وأنا بعطيك الغفران والأمان، وتعال اتبعني. شو يعني تعال اتبعني؟ تعا ساعدني، حط ايدك بايدي لنحمل مسؤولية العالم سوا، مسؤولية خلاص العالم. الإيمان يكتمل بالحب، بالإيمان أعلم أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي، وبالحب أعلن ليسوع القائم من الموت أنا أحبك، يعني أسمع كلامك، أعمل مشيئتك، بقبل إرادتك، ارعى خرافي. يدعوني الرب يسوع أنا كل واحد منا أن أحمل مسؤولية الرعاية، أن أكون راعي بعائلتي، برعيتي، بمجتمعي، بجماعتي، بشغلي. شو يعني أن أكون المثال الأعلى أمام الآخرين؟ بمشي قدامهم وهن بيلحقوني، بكلامي بضوي دربهم، بشهادة حياتي بهديهم على درب الخلاص إلى ما هنالك. سوا نرفع صلاتنا للرب يسوع، نطلب منه هالنعمة الكبيرة الثمينة جدا اللي بتكمل إيماننا وبتعطيه مصداقية. نقول له يا رب أعطينا أن نحبك ونحب الكل فيك ومعك ومن أجلك.